تعالوا بقى في المحاضرة دي نتكلم مع بعض على الفيزيبيليتي ستادي أو بتترجم دراسة الجدوى. هي اكشولي يعني مش ترجمة مش حرفية، لأن فيزيبيليتي معناها إن هي ممكن تتنفذ مش جدوى تنفيذها. يمكن المعنيين في بعض المواقف متقاربين، لكن الترجمة الحرفية هي إن إحنا هنشوف إذا كان ممكن المشروع اللي إحنا عايزين نعمله يبقى قابل للتنفيذ ولا لأ. لما نيجي نعمل الفيزيبيليتي ستادي ونشوف إذا كان قابل للتنفيذ ولا لأ، هندرس ثلاث حاجات أو هندور على معلومات في ثلاث اتجاهات. أولهم ما يسمى بالبرودكت فيزيبيليتي، إذا كان البرودكت نفسه قابل لان هو يتعمل ويتسوق ويبقى له معنى ولا ملوش. يعني لما نيجي نتكلم على البرودكت فيزيبيليتي، يبقى احنا بنشوف اذا كان البرودكت بتاعنا ممكن يتنفذ ويتوصل للكاستمر بشكل بروفيتبل، بيدير الربح، وفي نفس الوقت شكل مستمر. مش هنعمل البرودكت ده مرة واحدة أو 10 مرات وبعدين نقفل، في ديماند كفاية والبروفيتابيليتي هتقدر تخلينا نستمر ولا لا. ده كده بسرعة السؤال اللي بنجاوبه لما بنيجي نعمل البرودكت فيزيبيليتي. طيب أول جزء بقى محتاجين نجاوبه في السؤال ده هو الجزء بتاع في sufficient customers ولا عندنا customers كفاية، عندنا ناس كفاية تشتري ولا مفيش. إذا كان عدد الناس اللي ممكن يشتروا البرودكت بتاعنا ده محدود، يبقى الماركت بتاعنا حجمه محدود بعدد الناس دي. مثال، كام واحد في الدنيا ممكن يشتري عربية ثمنها 2 3 مليون دولار؟ على عكس العربية مثلا اتعملت النانو اللي عملتها شركة تاتا في الهند، عملتها لأنها أرخص عربية في العالم، عملتها بتساوي 2500 دولار، تمنها 2500 دولار. فبقى في كاستمرز كفاية نقدر نشتغل عليهم ولا لأ. لما نيجي نبتدي نعمل الريسيرش بتاعنا عشان الفيزيبيليتي ستادي، هيبقى ده أول حاجة محتاجين نجاوب. بعد كده محتاجين بقى نكوندكت ريسيرش. الريسيرش اللي هنعمله ده لازم بيجاوب على مجموعة أسئلة. الأسئلة دي هي اللي بتحدد لنا البرودكت فيزيبيليتي والماركت فيزيبيليتي والفاينانشال فيزيبيليتي. بما إن إحنا بنتكلم دلوقتي في البرودكت فيزيبيليتي، محتاجين نكوندكت ريسيرش يجاوب على الأسئلة اللي بتقول البرودكت ده ينفع ولا ما ينفعش. هاويفر، خلينا نشوف إزاي نكوندكت الريسيرش بسرعة كده في 2 or 3 slides. في طريقتين للريسيرش، واحد بيسمى البرايمري ريسيرش، تاني بيسمى السكندري ريسيرش. البرايمري ريسيرش بيبقى بتعمل فيه انت الريسيرش بتاعك، بتلمه بنفسك، بتنزل وتشوف معلومات اللي انت عايز تجاوب عليها وتلم البيانات بتاعتها، واذا كان في ارقام واذا كان في انترفيوز و و و وتبتدي تعمل اناليسز للداتا دي اللي انت عملتها، اللي هي البرايمري ريسيرش. البرايمري ريسيرش بيزيكلي ممكن يتعمل على الكاستمرز. لو انا نزلت وعملت كاستمر ريسيرش، ابتديت اعمل سيرفي مثلا للكاستمر، اديله ورقه يجاوب فيها اسئله، او اعمل انترفيو، او ان انا ابتدي الم انفورميشن عن عدد الكاستمرز اللي موجودين في السوق، او حجم المبيعات للمنتجات المشابهه او المنتجات المنافسه في السوق بتاعي. كل دي سيرفيز او داتا انا بعملها كولكشن بنفسي، زي ما قلنا عن طريق يا كاستمر ريسيرش يا عن طريق داتا كولكشن من مصادر الداتا اللي هي موجوده في السوق. برضو واحد من انواع البرايمري ريسيرش ميثودز يعني ما يسمى بالفوكس جروبس. الفوكس جروبس باختصار وبسرعه كده بنلم مجموعه من الناس انترستد في البرودكت بتاعنا ده،
ونبتدي نتكلم معاهم يا ترى نعمل برودكت لونه احمر ولا لونه اخضر، نعمل ازازه كبيره ولا صغيره، السعر نخليه في حدود كام، طب العبوه تبقى كبيره ولا عبوه صغيره، وما الى ذلك من الحاجات. ريحه الشامبو تبقى شكلها ايه، طعم الجبنه يبقى شكله ايه، كل دي اسئله بنجاوب عليها عن طريق فوكس جروبس اللي هي مجموعات من الناس مهتمه وبنجمعها بنفسنا. تاني حاجه بقى السكندري ريسيرش، وده ببساطه هو ان انت بتشوف حد عمل ريسيرش على برودكت مشابه او على ماركت مشابه للي انت هتشتغل فيه، وتلم وتاخد الريزلتس بتاعت الريسيرش ده. بتشوف هو قال ايه، قال اذا كان البرودكت فيزيبل ولا لا، اذا كان الكاستمر سوري الماركت سايز كفايه ولا لا، وما الى ذلك. بتيجي المرحله اللي بعد كده من الفيزيبيليتي ستادي او من اكشلي البرودكت فيزيبيليتي ستادي، وهي ان انت تطلع بروتوتايب. بروتوتايب يعني حاجه ممكن نقول عليها شكل او هي المنتج النهائي. عاده بتبقى البروتوتايبس دي بتبقى مش المنتج النهائي في صورته الكامله، لكن بيمثل اغلب ما يمكن ان يكون في المنتج النهائي، وبعدين نعرضها على الكاستمرز ونجربها احنا جوه الشركه او في وسط التيم بتاعنا، وننزل بيها للكاستمرز، نبتدي نروح بيها الفوكس جروبس نقول لهم ايه رايكم في الكلام ده او. ممكن برضو بناخد البروتوتايبس او الحاجات اللي زيها ونبتدي نعمل لها ترايلز. تعالى يا كاستمر عندنا في البيت او عندنا في الشركه وجرب البرودكت ده وقول لنا رايك ايه. تعالى نعمل مناقشه حواليه، طيب احنا غيرنا فيه، ما تيجي تجربه تاني وتشوف اتحسن ولا ما اتحسنش. او ممكن ناخد البروتوتايب بتاعنا ده او المنتج في صورته القبل النهائيه ونديها لكاستمرز او عينات من الكاستمرز في بيوتهم هم نفسهم، نقول لهم جربوها، اذا كان الكرسي المتحرك ده مريح ولا لا، البطاريه بتاعته بتشتغل كفايه ولا لا. حتى لو كنا بنتكلم على اجهزه طبيخ وعلى ادوات منزليه، طب ما تاخدها توديها الكاستمر ودي عينات للناس وخليهم يجربوها بنفسهم في البيت ويشوفوا اذا كان فيها عيوب ولا لا، ويدوك فيدباك قبل ما تنزل السوق وتنزل وتبقى مشكله ان انت عندك يبتدي يبان المنتج بتاعك بشكل وحش.